بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معايا على قناه اميره وكروشيه. في فيديو النهارده باذن الله هنشتغل مع بعض ايس كاب كروشيه. غرزته سهله جدا وبسيطه وكمان شكلها حلو جدا. الغرزه مجسمه زي ما انت شايفه كده وسهله جدا لانها تكرار لسطر واحد بس. وكمان الغرزه تمشي معانا رجالي او نسائي، يعني تقدري تشتغلي الايس كاب رجالي او نسائي بتغيير لون الخيط. وطبعا تقدري تعملي الايس كاب لاي مقاس انت عايزاه، وده بان انت بتحتاجي مقاسين، مقاس دوران الراس ومقاس طول الراس، وده بتلاقيه في جدول مقاسات الطواقي، وانا ان شاء الله هنزل لك صورة جدول مقاسات الطواقي في اول الفيديو. انا هنا اشتغلت الايس كاب لسن يلبس من 3 شهور لحد 9 شهور، وممكن يلبس لحد سنة كمان. اخد مني حوالي 65 جرام من الخيط، واشتغلت بابرة مقاس 3.5 الالومنيوم. اما نوع الخيط، خيط متوسط السمك او فوق متوسط السمك بحاجة بسيطة. انت طبعا تقدري تشتغلي باي خيوط تكون متوسطة السمك او سميكة او رفيعة، اهم حاجة تشتغلي بالابرة المناسبة لسمك الخيط. ودلوقتي يلا نبدأ باذن الله في تنفيذ الايس كاب. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد ما اشتغلتي 9 سلاسل بنبدأ في السطر الأول. بداية السطر بترتفعي سلسلة ودي السلسلة ترتفع، وبنشتغل على كل سلسلة من 9 غرزة حشو. فبتسيبي سلسلة الارتفاع وتدخلي على أول سلسلة بعدها تشتغلي أول غرزة حشو، على السلسلة اللي بعدها تشتغلي تاني غرزة حشو كده. 3 4 5 6 7 8 9. يبقى احنا كده السطر الاول عندنا كان بدايته سلسلة ارتفاع، وبعدين اشتغلنا 9 غرز حشو على كل سلسلة غرزة حشو. السطر التاني بترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل، واحنا هنا هنشتغل برضو بغرز الحشو بس هنشتغلها على الطرف الخلفي لكل غرزة حشو في السطر اللي تحت. يعني احنا كده عندنا كل غرزة حشو فيها طرفين، طرف امامي بيبقى قدامك كده وطرف خلفي بيبقى في الظهر. هندخل على اللي في الظهر ده ونشتغل عليه غرزة حشو. راح تدخلي كده على اول غرزة حشو على الطرف الخلفي منها تشتغلي اول غرزة حشو، وبتعدي كده وتشغلي عدد غرز الحشو في كل سطر هيبقى عندك 9 غرز حشو. كده اشتغلنا اول واحدة على الطرف الخلفي غرزة الحشو اللي بعدها بتشتغلي تاني واحدة على الطرف الخلفي كده، 3 على الطرف الخلفي، 4. اهم حاجة تبقي واخدة بالك كده ان انتي تشتغلي على الطرف الخلفي كده، 5 6 7 8. كده احنا اشتغلنا 8 غرز حشو على الطرف الخلفي لكل غرزة حشو، واشتغلنا غرزة حشو وده بيدينا بروز كده في السطر اللي تحت. تمام، اول 8 غرز بنشتغلهم على الطرف الخلفي، اما الغرزة التاسعة اللي هي الاخيرة بنشتغل غرزة حشو عادية. تنزلي كده تحت طرفين غرزة الحشو وتشتغلي غرزة الحشو، يعني مش تحت الطرف الخلفي. يبقى اخر غرزة حشو اللي هي رقم 9 بنشتغلها غرزة حشو عادية تحت طرفين غرزة الحشو. السطر الثالث بترتفعي سلسلة وبنشتغل بنفس الطريقة، بتلفي الشغل وعلى كل طرف خلفي لكل غرزة حشو بتشتغلي غرزة حشو. هندخل كده على الطرف الخلفي الاول غرزة حشو تشتغلي غرزة حشو كده، 1. تعدي كده وانت شغالة، 2 على الطرف الخلفي، 3 على الطرف الخلفي، 4. وكل ما بتشتغلي على الطرف الخلفي بيديكي البروز ده كده، 5 6 7 8. بنشتغل 8 غرز حشو على الطرف الخلفي، اما التاسعة بننزل كده تحت طرفين غرزة الحشو، بيبقوا الطرفين كده فوق الإبرة
وتشتغلي 9 غوصة حشو. يعني اخر غوصة حشو بنشتغلها تحت طرفين غوصة الحشو في السطح اللي تحت. بتكرري ترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل وبتدخلي على اول غوصة حشو على الطرف الخلفي وتبقي بتعدي كده وانتي شغالة كده. 1 على الطرف الخلفي، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، والتسعة بنشتغلها فين؟ تحت طرفين غرزة الحشو، تحت طرفين اهو. تشتغلي اخر غرزة حشو اللي هي رقم 9. احنا كل ما بنكرر في السطور، السطور اللي تحتها بتبقى بارزة بالشكل ده وبتدينا كمان مرتين في الغرزة زي الاستك كده. يبقى السطر اللي انا هشتغله معاكي ده هو اللي بيتكرر معاكي لحد اخر سطر. بترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل وبتدخلي كده على الطرف الخلفي الاول غرزة حشو، تشتغلي غرزة حشو على الطرف الخلفي لغرزة الحشو اللي بعدها تاني غرزة حشو كده. 3، اهم حاجة تبقي بتعدي وانت شغالة عشان ساعات بننسى اول غرزة حشو او الاخير. هتشتغلي كده 4، 5، 6، 7، 8. اما غرزة الحشو الاخيرة فبنشتغلها تحت طرفين غرزة الحشو. هو ده السطر اللي بيتكرر معاكي لحد ما توصلي لمقاس دوران الراس للسن اللي انت عايزاه. فانتي بتشوفي كده في جدول مقاسات الطواقي، بتشوفي هتشتغلي السن كام سنة، وقدامه بيبقى مكتوب مقاس دوران الراس. بتطرحي من مقاس دوران الراس ده 5 سنتي، عشان احنا عندنا الغوزة بتمط معانا، فمع القلع بقى واللبس ما توسعش قوي، تبقى يدوب كده لما توسع تبقى مظبوطة على الراس. يبقى اول حاجة بتعمليها بتشتغلي عدد من السطور لحد ما توصلي لمقاس دوران الراس ناقص 5 سنتي. تمام، يعني افترض طلع عندك 40 سنتي، بتعملي عدد سطور طوله 35 سنتي. اهم حاجة عدد السطور دي تكون تقبل القسمة على الستة، يعني تكرار ل6 سطور، 6 سطور، 6 سطور، وهكذا، عشان الغرزة هنشتغلها على 6 سطور. ده كده الغرزة عندنا بنشتغلها على 6 سطور، 1، 2، 3، 4، 5، 6، وتبدأ تتكرر معانا. فانت تراعي كده ان بتشتغلي عدد من السطور يكون يقبل القسمة على الستة، يعني تعدي السطور كده وتقسمي. قبل القسمة على الستة يبقى خلاص ما قبلش. بتشوفي كده هتحتاجي كام سطر، اما بتزودي او بتقللي في عدد السطور لحد ما يقبل. هتكرري كده في السطور لحد ما تشتغلي مقاس دوران الراس اللي انت عايزاه ناقص 5 سنتي، ويكون عدد السطور يقبل القسمة على الستة، ونرجع نكمل مع بعض. انا كده اشتغلت عدد من السطور لحد ما وصلت ان طول دوران الراس عندي 35 سنتي. 35 سنتي يعني يلبس من حوالي 3 شهور ل6 شهور، وممكن 9 شهور، وممكن سنة كمان. تمام، اهم حاجة لما تيجي تقيسي كده ما تكونيش مطة الشغل، يعني يكون الشغل مظبوط معاكي، عشان لو مطيتي في اللبس هيضيق معاكي، لو هيبقى المقاس اصغر. تمام، يبقى انت كده فاردة الشغل عادي اهو، مفهوش اي مططان، وقستي وشفتي كده مقاس دوران الراس ناقص 5 سنتي للسن اللي هتشتغليه. ودلوقتي بقى هنقفل الدوران عشان نشتغل في الضيق. تمام، فانت اول حاجة هتعمليها هتتني الشغل كده. تمام، وهتخلي الخيط البداية على يمينك. تمام، خيط بقى النهاية اللي معانا ده هتدخلي كده تحت اول سطر عندك اللي هو اول سطر من الناحية دي، تحت الطرفين بتوع الخرزة كده، وتسحبي اللف وتقفلي عليها كده، يعتبر كأننا اشتغلنا سلسلة. هتلفي بقى الشغل وهنشبك. فاحنا لما هنشبك اول غرزة، يعني بتدخلي الابرة على الغرزتين كده مع بعض. هتدخلي الابرة تاني كده جوه اول غرزة حشو عندك، وتعديها في نفس المكان اللي سحبتي منها الخيط. تمام، وهتعملي غرزة حشو. عايزة تقفلي بمنزلقات، قفلي بمنزلقات على غرزة الحشو اللي بعدها، وتدخلي كده قدام تاني غرزة حشو عندك، يعني تاني سلسلة اللي اشتغلنا عليها غرزة حشو دي كده السلاسل. هتدخلي كده وتسحبي اللفة وتشتغلي غرزة حشو او منزلقة زي ما تحبي.
على تالت غوزة حشو وتدخلي على تالت سلسلة من الناحية التانية. يعني أهم حاجة تكوني مظبطاهم يبقوا قدام بعض بالظبط، وتشتغلي غوزة حشو على غوزة الحشو قصادها بالظبط السلسلة اللي بعدها، يعني في نفس كده زي ما انت شايفة الاتنين قدام بعض بالظبط، وتشتغلي غوزة حشو. هتشبكي كده تمام، وهنيجي نشبك اخر غوزة مع بعض. كده انا شبكت وفاضل لي غوزة واحدة بس، هندخل كده تحت غوزة الحشو جواها كده، وندخل على اخر سلسلة اللي هي اول سلسلة كانت عندنا، هنسحب اللفة ونقفل بغوزة حشو. فاحنا كده قفلنا خلاص دوران الرف، بتقلبي بقى الشغل تمام، وده كده بيبقى اتقفل معانا كده خلاص، وده كده دوران الراس عندنا. بعد كده بقى بتعدي الشلة من الشغل عشان يبقى مظبوط معانا. أول سطر هنشتغله في الدير هيبقى كله بغرز الحشو، فانتي هنا هتدخلي على أول سطر عندك، يعني هتسيبي كده قفلة السطر وتدخلي كده بمنزلقة على أول سطر عندك اللي هو السطر اللي بارز عندنا. اسحبي اللفة كده وتعديها من على اللفة اللي عليك. كده احنا بقينا فوق السطر، هترتفعي سلسلة وتدخلي كده تشتغلي تاني في المكان اللي اشتغلتي فيه المنزلقة، بتشتغلي غرزة حشو. على السطر اللي بعده بيبقى نازل لتحت كده، بتشتغلي عليه غرزة حشو. تبقي واخدة بقى معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة. عندنا سطر بارز بنشتغل عليه غرزة حشو، سطر نازل لتحت نشتغل عليه غرزة حشو. هيبقى عدد الغرز الحشو عندنا بنفس عدد السطور. تدخلي كده على السطر البارز تشتغلي عليه غرزة حشو، على السطر اللي نازل لتحت تشتغلي عليه غرزة حشو، السطر اللي بارز غرزة حشو، السطر النازل اهو تحت هتشتغلي عليه غرزة حشو. وبتفضلي تكرري كده على كل سطر من السطور سواء بارز او نازل لتحت بتشتغلي عليه غرزة حشو تمام. هتفضلي شغالة كده على كل سطر غرزة حشو لحد اخر سطر. بعد ما اشتغلتي السطر كله بغرز الحشو اخر غرزة حشو تبقى على اخر سطر تمام، ادخلي كده وتشتغلي غرزة حشو اللي هو قبل قفلة السطر. بعد كده بندخل ما بين سلسلة الارتفاع اللي ارتفعناها وغرزة الحشو وتقفلي بمنصلي. كده احنا قفلنا، كده احنا اشتغلنا اول سطر ده بغرز الحشو. دلوقتي هنبدأ في الأول سطر من الغرزة، وده هيبقى سطر تأسيسي يعني مش هو برضو الغرزة. فانتي هتعملي ايه؟ هترتفعي 3 سلاسل تمام. كده احنا قفلنا المنزلق اهو على ايه، على ما بين سلسلة الارتفاع وما بين غرزة الحشو. هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود. احنا كده ارتفعنا فوق اول غرزة حشو، هتسيبي تاني غرزة حشو، وهتسيبي يعني هتسيبي غرزة حشو اتنين، وعلى التالتة هتشتغلي صدفة، هتشتغلي عمودين، واحد اتنين سلسلة عمودين، دي اسمها صدفة، من عمودين سلسلة عمودين. بعد كده بتسيبي غرزة حشو اتنين، وعلى التالتة بتشتغلي عمود، هتسيبي غرزة حشو اتنين، وعلى التالتة بتشتغلي صدفة، عمودين، واحد اتنين سلسلة واحدة عمودي، يبقى صدفة من عمودين سلسلة عمودي. تسيبي عمودين، تسيبي غرزتين حشو واحد اتنين، وعلى التالتة تشتغلي عمود، تسيبي غرزتين حشو وعلى التالتة تشتغلي صدفة، من عمودين سلسلة عمودي. تسيبي غرزتين حشو وتشتغلي عمود، على التالتة بتشتغلي عمود. ده كده بيبقى أول سطر عندي. يبقى أول سطر الغرزة اللي بتتكرر فيه انك بتسيبي غرزتين حشو وعلى التالتة بتشتغلي عمودين، يعني بتشتغلي صدفة من عمودين سلسلة عمودي. سهل خالص وبسيط. بعد كده بتسيبي غرزتين حشو على غرزة الحشو التالتة بتشتغلي عمود، هو ده اللي بيتكرر معاكي، بتشتغلي صدفة من عمودين سلسلة عمودين على غرزة الحشو، وبتسيبي غرزتين حشو على التالتة بتشتغلي عمود، يعني المسافة ما بين الصدفة وما بين العمود غرزتين حشو بتشتغلي على التالتة، وبرضه ما بين العمود والصدفة غرزتين حشو وبتشتغلي على التالتة. هتكرري كده لحد آخر السطر.
بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر، اخر السطر هيبقى عندك الصدفة، ومن بعد الصدفة في غوزتين حشو، دول الفرق ما بين غوزة الصدفة والعمود. عندنا هنا ارتفاع الثلاث سلاسل اللي بنعتبرهم عمود، بتدخلي جوه ثالث سلسلة وتقفلي بمنسلق. تمام، احنا كده من بعد ما قفلنا مقاس دوران الراس اشتغلنا سطرين، سطر كله بغرز الحشو وسطر تأسيسي عبارة عن صدفة وعمود. تمام، السطر اللي جاي هو ده بقى اللي هيفضل يتكرر معاكي لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه. احنا هنا هنشتغل بغرزة العمود الأمامي، فالعمود الأمامي في أول السطر لما بنشتغله بندخل كده بالإبرة في ظهر السلاسل وتسحبي اللفة وتقفلي على اللفتين مع بعض، فاحنا كده اشتغلنا غرزة حشو. غرزة الحشو دي بنعتبرها أول سلسلة من سلاسل الارتفاع. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، فاحنا كده اشتغلنا في أول السطر غرزة حشو، دخلنا كده تحت العمود واشتغلناها، وبعدين سلسلتين فباين معانا عمود أمامي زي ما انت شايفة كده. تاخدي لفة عليه، وعندنا صدفة من عمودين سلسلة عمودين، هتفضل معانا برضو بس اللي هيختلف فيها ان هيبقى فيها عمودين امامي. تمام، فانت هتسيبي اول عمود وهتشتغلي عمود امامي على التاني، والعمود الامامي بندخل كده تحت العمود بالابرة ونسحب اللفة ونشتغل بقى عمود بلفة عادي، بناخد عدد لفاته على مرتين بس، دخلت الابرة بتخليه بارز لبره كده. جوه السلسلة هتشتغلي عمود سلسلة عمود، اول عمود بعد السلسلة بتشتغلي عليه عمود امامي، تدخلي كده في ظهر العمود بالابرة وتسحبي اللفة وتشتغلي العمود عادي، دخلت الابرة دي بتخليه بارز لبره. يبقى هي الصدفة عندنا بس اول عمود منها امامي واخر عمود امامي. العمود اللي لوحده هنشتغل عليه برضو عمود امامي، يعني الغرزة اللي هنا الاختلاف فيها ان فيها اعمدة امامي، هتشتغلي كده عمود امامي، هتروحي على الصدفة اول عمود مش بنشتغل عليه ولا اخر عمود، فانت بتدخلي كده على التاني بالطريقة دي كده زي ما انت شايفة وتشتغلي عمود امامي، تدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود سلسلة عمود، والعمود سلسلة عمود دول عمود بلفة عادي، تدخلي كده جوه السلسلة تشتغلي عمود سلسلة عمود، على أول عمود بعد السلسلة بتشتغلي عمود أمامي، فالغرزة بتبقى مجسمة وبرضك بره بالطريقة دي، مفيش فرق سلاسل. احنا هنا ما عندنا سلاسل خالص غير جوه الصدفة سلسلة الصدفة، هتروحي على العمود اللي لوحده تشتغلي عليه عمود أمامي. يبقى ده بيتكرر معاكي في السطر، هي الصدفة والعمود الأمامي، اللي اختلف عندنا إن الصدفة بقى فيها اتنين عمود امامي اللي هو بنشتغله على تاني عمود واللي بنشتغله على اول عمود بعد السلسلة، فانت بتسيبي اول عمود وبتدخلي على التاني تشتغلي عليه عمود امامي، وانت كده عرفتي طريقة العمود الامامي. اما جوه السلسلة فهتشتغلي عمود بلف عادي سلسلة عمود بلف عادي، على اول عمود بعد السلسلة تشتغلي عمود امامي، على العمود لوحده بتشتغلي عليه عمود امامي. تمام، هو ده اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر، الصدفه والعمود الامامي. والصدفه اشتغلناها بالطريقه اللي شفتيها، سيبنا اول عمود واشتغلنا على التاني عمود امامي، دخلنا جوه السلسله اشتغلنا عمود سلسله عمود، على اول عمود بعد السلسله اشتغلنا عمود امامي، وبعدين رحنا على العمود اللي لوحده اشتغلنا عليه عمود امامي. هتكرري كده الغوزه الصغيره دي لحد اخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر واشتغلتي اخر صدفه، بنقفل بمنسلقه على تاني سلسله. احنا في اول السطر اشتغلنا غوزه حشو وبعدها سلسلتين ارتفاع، هتدخلي كده جوه تاني سلسله اللي هي يعني الاخيره وتقفلي بمنسلقه. هو السطر اللي انا اشتغلته معاكي ده هو اللي بيفضل يتكرر معاكي، كل ما بيتكرر بيدي بقى البروز وبيبقى شكل الغوزه مجسمه وشكلها جميل. بداية السطر بتبقى عمود أمامي، فبتدخلي كده في ظهر العمود وتسحبي اللفة وتقفلي عليها بغرزة حشو، كده اشتغلنا يعتبر أول سلسلة. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، وممكن تشتغلي سلسلة واحدة بس، وفي آخر السطر تقفلي بمنسلقة لو حسيتي إن الخيط معاكي سميك والعمود مش هيبقى مظبوط، ممكن تشتغلي بعد غرزة الحشو سلسلة واحدة بس. تمام، يبقى احنا كده يعتبر اشتغلنا أول عمود أمامي على العمود الأمامي. بعد كده بتاخدي لفة على الإبرة
تمام، وبتسيبي العمود الامامي ما بتشتغليش عليه، على العمود العادي بتشتغلي عمود امامي زي ما سيبنا تحت اول عمود. هنا سيبنا برضه اول عمود، بس العمود اللي سيبناه هنا امامي. بتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود وسلسلة عمود في نفس السلسلة، يعني جوه السلسلة تشتغلي عمود بلف عادي، سلسلة عمود بلف عادي. على العمود اللي هو العادي برضه بتشتغلي عمود امامي، اللي هو العمود اللي بعد السلسلة اللي في السطر اللي تحت. تمام، فاحنا كده سيبنا الأعمدة الأمامية ما اشتغلناش عليها، ودخلنا اشتغلنا على أول عمود اللي هو كان عندنا عمود سلسلة عمود، على أول عمود منهم عمود أمامي، وبعد جوه السلسلة عمود سلسلة عمود بلفة عادية، وعلى العمود العادي برضه اللي تحت عمود أمامي. فهو ده اللي بيدي البروز، إن احنا كل ما بنكبر بنسيب العمود الأمامي، فبيبقى بقى ماشي معانا بالشكل ده. تمام، هتشتغلي على العمود الأمامي ده لوحده عمود أمامي، هنسيب العمود الأمامي بتاع الصدفة ونروح على العمود العادي نشتغل عليه عمود أمامي، وتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود بلفة. يبقى احنا كده اشتغلنا عمود أمامي على العمود اللي بلفة، جوه السلسلة عمود سلسلة عمود بلفة عادي، عمود أمامي على العمود اللي بلفة اللي تحت اللي هو أول عمود بعد السلسلة. هتشتغلي بعد كده على العمود الأمامي عمود أمامي، فهيبقى الأعمدة الأمامية فوق بعض كده عندنا الصدفة. تمام، عشان دي آخر مرة هشتغلها معاكي. العمود الأمامي ده بنسيبه اللي هو الأول، على العمود البلفة اللي هو كان شغالين عمود سلسلة عمود جوه السلسلة بتشتغلي عليه عمود أمامي سلسلة، بعد كده بتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود سلسلة عمود. يبقى جوه السلسلة بنشتغل عمود بلفة عادي سلسلة عمود بلفة عادي، على العمود اللي بلفة اللي تحت بتشتغلي عمود أمامي. يبقى احنا بنسيب العمود الأمامي الأول والعمود الأمامي اللي في الآخر ما بنشتغلش عليهم، بنشتغل على العمود اللي بلفة العادي عمود أمامي، وبعدين جوه السلسلة بنشتغل عمود سلسلة عمود، وعلى العمود اللي بلفة العادي بنشتغل عليه عمود أمامي. هتسيبي بقى العمود الأخير ده ما بنشتغلش عليه، وتدخلي كده جوه العمود الامامي تشتغلي عليه عمود امامي وبتكرر. تمام، هي دي الغرزة اللي بتبدأ تكرر معاكي لحد اخر السطر، هتكرري كده ونرجع نكمل. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر وبعد العمود الامامي بتروحي بقى على تاني سلسلة تقفلي بمنسلق. لو شغالة غرزة حشو وارتفاع سلسلة واحدة بس فبتقفليها على السلسلة الواحدة دي. تمام، كده احنا اشتغلنا سطور بنت معانا الغرزة زي ما انت شايفة، وكل ما بتكرري في السطور بتبان معاكي اكتر. يبقى هو ده السطر اللي انا اشتغلته معاكي هو اللي هيفضل يتكرر معاكي لحد ما توصلي لطول الايس كاب اللي انت عايزاه، ويبقى فاضل سطر واحد بس هو اللي هيجنيكي بقى نعمل فيه التناقص كده نخلي الايس كاب يتلم معانا من فوق. يبقى هتكرري كده في السطور وتشوفي في جدول مقاسات الطواقي طول الايس كاب قد ايه، تنقصي منه سنتي، وبعد كده بنرجع نكمل مع بعض. هتكرري كده ونيجي نكمل. انا كده اشتغلت لحد ما وصلت للطول المطلوب ناقص سنتي، مكتوب في جدول مقاسات الطواقي ان الطول 19 سنتي، فانا اشتغلت 18 سنتي. ودلوقتي هنشتغل مع بعض السطر اللي فيه تناقص اللي هيلم الايس كاب من فوق. انت بعد ما بتشتغلي وبتوصلي للطول اللي انت عايزاه ناقص سنتي هتشتغلي معايا السطر الاخير. يبقى احنا كده وصلنا للطول اللي احنا عايزينه ناقص سنتي، وهنشتغل السطر ده هو السنتي. تمام، اول حاجة بندخل كده تحت تحت يعتبر السلاسل بتاعت العمود الامامي اللي في اول السطر، وتشتغلي غرزة حشو. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة حشو. هنا هنشتغل سلسلة واحدة بس، يعني يعتبر كده ارتفعنا سلسلتين اتنين، عشان احنا هنعمل تناقص بغرزة كلاستر، ففي الاول بيبقوا سلسلتين اتنين. هتاخدي لفة على الابرة وهتسيبي العمود الامامي، وهتروحي على العمود العادي تشتغلي عليه عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، تاخدي لفة على الإبرة على العمود اللي بعد السلسلة اللي هو العمود العادي، بتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة على الإبرة. كده عندنا 3 لفات على الإبرة بتاخديهم مع بعض، كده احنا عملنا تناقص على 3 أعمدة. هتسيبي العمود الأمامي وتروحي على العمود الأمامي اللي لوحده، تشتغلي عليه عمود أمامي تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة. بعد كده عندنا عمود سلسلة عمود، على عمود بتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة،
على العمود اللي بلفه اللي بعد السلسله، بتشتغلي العمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفه، وهنا بقى بيبقوا 4 لفات عشان اللفه الاساسيه كانت هنا لفه اول عمود، تاخديهم مع بعض كده. فاحنا كده بنعمل تناقص، وده اللي هيخلي الجزء ده يضيق معانا. تاخدي لفه عليه، بنسيب العمود الامامي، تروحي على العمود الامامي اللي لوحده، تشتغلي عمود امامي تاخدي منه لفتين وتسيبي لفه. نسيب العمود الامامي ونروح على العمود العادي اللي هو عمود سلسله عمود، على عمود اول واحد فيهم بتشتغلي عمود وتسيبي منه لفه عليه، على العمود اللي بعد السلسله بتشتغلي عمود وتسيبي منه لفه عليه. فكده عندنا على الابره 4 لفات بتاخديهم مع بعض كده بسحبه واحده، فكده بيجي معانا زي ما انت شايفه كده. هتكرري بنفس الطريقه، يبقى اللي بتكرريه انك احنا العمود الامامي الاول والعمود الامامي اللي في الاخر ما بنشتغلش عليه، بنشتغل على العمود الامامي اللي لوحده. هتشتغلي كده عليه عمود امامي، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفه. هنسيب العمود الامامي ونروح على عمود سلسله عمود، على اول عمود بتشتغلي عمود تسيبي منه لفه، وعلى عمود اللي بعد السلسله بتشتغلي عمود تسيبي منه لفه، وبعد كده بتاخدي اللفات مع بعض وبتكرري كده لحد ما توصلي لحد اخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لحد اخر السطر، اخر السطر بنقفل على غرزة الكلاستر مطرح ما قفلنا الاعمدة كده مع بعض، يعني بتسيبي غرزة الحشو والسلسلة وتدخلي كده مطرح ما قفلنا الاعمدة، تسحبي اللفة وبتعديها من اللفة اللي، وبعد كده بتاخدي لفة على الابرة وبتسحبي الخيط وبتقصيه وبتسيبي حتة خيط كبيرة شوية كده عشان هنقفل بيه. ده كده الشكل عندنا بعد ما اشتغلنا بغرز الكلاستر. زي ما انت شايفة الجزء ده معانا خالص. دلوقتي بقى هنشتغل كده بالطريقة اللي هتشوفيها، هيجمع كده الجزء ده مع بعضه ونقفله. هتدخلي كده، احنا خلاص كده سحبنا الخيط ومعانا ابرة اهي وجواها الخيط، هتدخلي كده تحت الاعمدة تعدي من غرزة الكلاستر، تحت غرزة الكلاستر اللي بعدها تعدي من اللي بعدها نفس الطريقة كده. تعدي كده من تحت غرز الكلاستر، كده وصلنا للاخر. هتسحبي بقى الخيط ده كده زي ما انت شايفه دقت معانا خالص. هتاخدي كده واحده كده بس تثبتي اللفه وتنزلي بالابره تدخليها تعديها من جوه كده، تعديها من جوه الايس كيم. تمام، هنقفل بقى من جوه عشان ما يبقاش التقفيل باين من هنا. انا كده قلبت الشغل، وزي ما انت شايفه الغرزه برضو شكلها حلو في الظهر. بعد ما قلبنا كده تمام، بتثبتي بقى كده الخيط الجزء ده في اللي قدامه وتثبتيها جامد كده عشان ما ترجعش تتفك. تمام، بعد ما بتثبتيها جامد بتقصي الخيط. انا كده قصيت الخيط، بترجعي تاني بقى تعدليها كده. انا رجعت عدلتها تاني، وزي ما انت شايفه دقت معانا من فوق، وده كده بقى شكلها. بعد ما بتخلصيها بتعملي كوره كده من الصوف، او بتجيبي كوره فر وبتركبيها، بتعدي كده الخيط من جوه وتقلبي برضه الشغل وتربطيه في بعضه وتثبتيه كويس. لما بنركبها بيديها شكل جامد. انتي برضو اختياري ليكي، ممكن تشتغليها عادي خالص وما تركبيش كرة صوف، وممكن تركبي كرة صوف او فرو زي ما قلتلك. انا كده خلصت معاكي فيديو الايس كاب، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.